من بيروت ينضم الينا الاستاذ قاسم قصير الكاتب السياسي استاذ قاسم مرحبا بك اسالك عن ذلك التقرير الذي نشر في صحيفه التلغراف البريطانيه الذي تحدث عن وجود اسلحه في مطار بيروت وكل تلك التفاصيل سنتحدث عنها ولكن اسالك بدايه عن قراءتك في في فحوى ذلك التقرير ومدى صدقيه التقرير ومصادره يعني واضح ان نشر هذا التقرير اليوم هو جزء من الحرب النفسيه التي تشن ضد لبنان من خلال الادعاء بان حزب الله يخزن اسلحه في مطار بيروت ويخزن صواريخ، وقد سارع وزير الاشغال العامه الدكتور علي حميه الى عقد مؤتمر صحفي في مطار بيروت ونفى كل الادعاءات التي وردت في الصحيفه وهناك اتجاه لدى الحكومه اللبنانيه بالذهاب الى مقاضاه هذه الصحيفه لما تضمنه التقرير من اكاذيب، يعني والكل يعرف انه لا يمكن لحزب الله ان يخزن اسلحه في مكان يعني مفتوح ومكان مشرع للطائرات المدنيه وللمسافرين وللمسؤولين الاجانب الذين يزورون دائما هذا المطار ويتفقدون ما يجري فيه. هذا انا تقديري وهذا تقريبا معظم الذين علقوا عليه ومنهم رئيس حزب التقدم الاشتراكي أستاذ وليد جملات والوزير السابق وآم مهاب وغيرهم أن هذا التقرير يهدف إلى شن حرب نفسية على لبنان خصوصا أن لبنان اليوم في موسم استياء سياحة واصطياف وهناك عدد كبير من المسافرين والمصافين يأتون إلى لبنان في هذه المرحلة في ظل ما يواجهه الكيان الصهيوني من مشاكل داخلية كما تحدثت مراسلتكم من داخل الكيان الصهيوني، نحن امام حرب نفسيه واعلاميه تشن على لبنان لان العدو الاسرائيلي فشل في استهداف هذه الجبهه من خلال سواء من خلال حتى عمليات التي قام بها لا يزال لبنان يعني يعيش حاله على الصعيد الداخلي متماسكه من هنا هذه الحملات نعم. الاعلاميه هناك من تحدث عن احتمال, عن احتمال عن احتمال قيام مصادر اسرائيليه بتطعيم الصحيفه بمعلومات أو ربما صور أو تقارير أو شيء مشابه لهذا تفيد بذلك بوجود تلك الأسلحة في في المطار إن ثبت أن إسرائيل هي من يقف وراء نشر هذه المعلومات أو تسريب المعلومات التي نشرت في التقرير هل ربما يكون في إطار رد إسرائيل على ذلك الاختراق الذي قام به الحزب مؤخرا بتصوير تلك المناطق الحساسة في العمق الإسرائيلي حساسة عسكرية نقصد؟ نعم صحيح 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 يعني اشار مراسلكم رامز القاضي من جنوب لبنان انه سبق لرئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو ان قام بحمله اعلاميه ضد لبنان قبل عده سنوات ونشر صور ادعى فيها انه يوجد مخازن للسلاح قرب مطار بيروت الدولي واتذكر انذاك انه تم تنفيذ جوله اعلاميه ودبلوماسيه على هذه الاماكن التي ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية وجود مخازن لحزب الله اليوم غير مستبعد لأن الصحيفة لم تستند إلى مصادر دقيقة وحتى عندما نسبت بعض المعلومات إلى الاتحاد الطيران الدولي سارع وزير الأشغال علي حمية بالتواصل مع هؤلاء المسؤولين وهم نفوا كل هذه الادعاءات واضح نحن أمام يعني حملة تقوم بها بعض الوسائل الإعلام الغربية يمكن كما أشرتم بدعم أو بتنسيق مع الكيان الصهيوني لأن هذا الكيان يشعر بنوع من الإحباط بسبب ما يقوم به حزب الله من نشر فيديوهات لأماكن في حيفا أو أماكن اقتصادية وأن قدرته على الوصول إلى الكثير من الأماكن عبر الطائرات المسيرة. هل ترجح هل ترجح ربما أستاذ قاسم أن يكون أن تكون الغاية أو الهدف من هذا التقرير او فحوى التقرير اكثر من فقط تشويه صوره لبنان ربما قد يكون ذلك تمهيد هذا ما شرعه البعض تمهيد ربما لعمليه قصف للمطار او صحيح. لمحيط المطار بي 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 بتبرير ان هناك اسلحه في حرم المطار او خارجه يعني القصف نعم نعم صحيح يعني هذا قد يكون جزء من التمهيد لاي عمليه عسكريه قد يقوم بها العدو الصهيوني ونحن لاحظنا انه في الفتره يعني في الساعات الماضيه نشرت عده تقارير مثيره للالتباس منها تقرير نشرته مصادر اسرائيليه ان كندا السفاره الكنديه في بيروت تستعد لاجلاء حوالي 40 الف مواطن من بجنسيات كنديه وقد نفت السفاره الكنديه هذه المعلومات ثانيا تقارير اخرى تدعي ان هناك عدد من سفراء الدول العربيه الاجنبيه غادروا لبنان نعم وثالثا ان هناك حاله من يعني بعض الاجراءات الامنيه التي اتخذت، نحن امام حمله اعلاميه منظمه، طبعا هلا موضوع الذهاب الى عمليه عسكريه او التمهيد لعمليه عسكريه، الكل يعرف ان اي عمل عسكري يستهدف مطار بيروت سيتم الرد عليه باستهداف مطارات الكيان الصهيوني سواء في حيفا أو تل أبيب وهذا ما أعلنه سابقا رئيس مجلس نواب نبيه بري عندما هدد العدو الصهيوني بقصف مطار بيروت شكرا نحن, نحن أمام نحن. حرب متعددة الأشكال لها بعد عسكري ولها بعد أمني مفهوم. أهلاً شكرا أهلاً جزيلا أهلاً أهلاً لك أستاذ قاسم قصير الكاتب السياسي من بيروت